ورحمة الله تعالى وبركاته. واش الدراري صافا مزيانين بخير؟ عانيين كلشي بخير ديال الدعوة اليوم؟ يا بوهجة كاين لاباس الطفلة والو اليوم تنظر. يا بوهجة واش الدراري صافا مزيانين بخير؟ عانيين كلشي مزيان اليوم؟ الأجواء باردة ديال بنادم يخرج يدور شوية يتسركل. شوف الدعوة كي دايرة اليوم، الحد ما كاين حد اليوم. الخدية ناعسة هنايا في بازل اليوم. الدراري غادي نجيكم ان شاء الله تشوفوا المتحف، اكبر متحف مدينة بازل ان شاء الله، وتشوفوا شنو فيه من الداخل. اليوم فابور التيكيت، نورمالمون تنخلصوا التيكيت، ولكن اليوم ما كاين لا تيكيت لا والو. حنا تندورو تنتسركلو ان شاء الله. حنا خرجنا من الجامع صلينا، حنا غادي تندورو. اليوم غتكون شوية الشتا ان شاء الله بإذن الله. إوا هدا مكان الدراري اخويا، دابا غادي نمشيو للترمينيس نتسناو هالطة شتيلا، تيقولها هالطة شتيلا المحطة ديال البيس، تاع الترام، سميها ليا تاع الترام. نمشيو للمحطة ديال الترام الدراري، ونتسناو الترام باش نمشيو للموزيوم. سميتو الموزيوم، موزيوم بالألمانية الموزيوم، و هو المتحف. عندهم واحد المتحف ما شاء الله داكشي اللي فيه واعر بزاف والله العظيم، واعر واعر بزاف. المهم الدراري غنوريكم واحد اللقطة فهاد نهار تشتيلا. بنادم إلا كان هنا حارق ولا ما عندوش الوراق، ولا عندو الوراق وجا وبارك في الطرام، رد البال أخويا، رد البال من الكونترول. راه إلا قبضك الكونترول والله تتخلصها من دوبلة. أنا دروك غادي نسلت، باقا لي 6 دقايق. أير محطة، راهي شتي هاديك هي المحطة. 6 دقايق باقية ليها، راهي أنا تيجي دابا. كان في الأول كل 5 دقايق تيجي سميتو تيجي الترام، ولكن دابا ولات كل 10 دقايق. أيا من تنشري التيكيت من هنا، شتي من هنا تا الكلام تيخلصوها. عندك الكلب، عندك الدراري صغار، هنا تيخلصوا الدراري الصغار، هنا انت بحال دابا انا 2 فرانك هادي هي اللي تنخلص ديما. ولا تتشري هاد اللعب ولا شنو بغيتكم اكثر، ولا تتشري ديال زونة وحدة ثلاثة. انا بعد ما تنشري هاديك ديال المشاش والكلاب ها جاية شتيها. انت الا قلت كونترا قولي ما عنديش، وصل المهم تكون مخلص هادشي اللي كاين اخويا. الترام هو راه جا الترام، الريح نتسناو اخويا الترام، نتسناو الترام ديالنا. هذا هو الترام، كل بلاصة عندهم الترام، كل بلاصة عندهم الترام، فين ما مشيتي عندهم الترام. الترام ما يمشي قريب هنايا، بعدا الترانسبور عندهم مزيان هنايا، إشهارات العباد ديال داكشي ديال. واحد خونا جايبو يشري، تدير تترمي ليهم الفليسات وتت. ولكن انا ما نكذبش عليك، كما نكذبش عليكم انا ما تنشري لا تيكيت لا والو اخويا. انا غير تنبغي مره تنشريها مره ما تنشريهاش، المهم مره تنشريها مره ما تنشريهاش. هاد خطنا ورانا ما بغيناش نصورها معنا، العرا عندهم راه كي والو. مره تنشري تيكيت مره ما تنشريهاش، كما قلت لكم الدراري مره تشري مره ما تشريش. غير هو اخويا الا جيتي رد البال. سمعت هاد الدراري اللي جا هنايا ولا في اي بلاد، ماشي في اوروب كامله، ردت البال من الكونترول اخويا. الا طلعتي ردت البال، ولا من الاحسن الا عندك صريف شري تيكيت، واخا ديك ارخص تيكيت شريها. كي قبضك قول ليه ما عارفش ها هي تيكيت، حيت هنا في سويسرا الا قبضك تيعطيك 120 اورو ديريكت غرامه، ما يعقلش عليك. ما تقول ليه لا اي ولا او، ما تبقى تبكي ولا والو، ما تعرفوش. تقول لك عطيني الوراق ديالك ولا سميتك، ما بغيتي تعطيه غادي يعيط لك لا بوليس، وغادي تولي مخلصها مضوبله. هذا مكان الدراري، نتسناو دابا الطرام يجي. كيجي الطرام ان شاء الله نكملو لكم الفيديو باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين اخويا. انا اليوم يا بوعدي تندور، اليوم عيطوا لي قالوا لي راه الموزيوم فابور، يعني المتحف فابور. غنمشيو نصورو لكم المتحف، عندهم متحف زوين، داكشي اللي فيه زوين، غادي يعجبكم ان شاء الله. والدراري بقاو تنكملو الفيديو ان شاء الله. سلام عليكم.
مو الدراري هالطرا ما وجا انا اوري لكم هالطرا ديالنا وجا ما كرا وصلنا باش تشوفوا والله نخرجوا خرجوا من الطرا دابا صافي وراك البلاصه اللي تكون عامره ديما البلاصه معروفه اليوم دي ترى ما جامد والله تبع الوقت ترى ما ندوز تنجري اخويا هذا واحد مهرجان دايرين بحال داكشي تاع موازين في المغرب هاد البلاصه معروفه بزاف الدراري بلاصه معروفه حنا جايين واحد من الرجال عرفتي البارح في الليل شحال تاع البصر انت واحد الكونسيبت ديال داك التخرب تلاقي باش هنايا البارح كانت عامره بالتخرب يا خويا في الليل غتكون مبجبجه فين ما مشيتي قلت لك الكنيسة الدوام اللي فوق من هنا هادشي اللي كاين الدراري هو هادا في الليل البارح كانت مجبجة ولكن ما قدرتش نصور اخويا ما كنتش في الجامعة وكنا دايرين تيوم الناس من السعودية تحياتي لهم علماء كبار صافي وبقينا مريحين في المسجد ما قدرناش اخويا نجيو نبقى نصور التخربيق هنايا صارت البارح بالبالة صاحبي بالبالة بالبالة ديال بصح البارح هنايا هنا تاني كان واحد القنصيب وحيد وخير ولا ما عطرا باقي بلاتي نشوف هنا كاين واحد القنصيب شغل توريست اتي زير انهم توريست باب 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 كاع داكشي اللي ما جاش في سميتو هنا كان هو كونسيبت كاع داكشي اللي ما جاش في توريس عرفتو شحال كاع داكشي اللي ما جاش في كورونا جا دابا نطلعو كاع حنا من الدروج اخويا نخليوهم على راحتهم نورمالمون غادي ندوز من التحت ولكن انا بغيت ندوز من الفوق قلت لكم الدراري البارح كيما قلت لكم اخوتي واحد الكلية واحد الكلية تيشوف فيه ويشوف فيه راه عند شاد دواجي تتكون عامره بالتوريس هنا توريس 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 انت بازل معروفه بالتوريس هنا عامره بالتوريس عندهم هذوك الشلالات واعرين بزاف الدراري تيديروا السبور كما قلت لكم الدراري مشيت قريت البارح قريت باللي المغرب هو اول دوله كتصدر الحشائش راك عارفين شنو هما الحشائش والله العظيم كاع الطرامات كتبين فيهم باللي المغرب هي اول دوله كتصدر الحشائش واحد المنظر زوين ايه باش واو هاد الكنيسة هي قديمة بزاف راه باقي تتبدل فيها ماشي ماشي كنائس تصلي فيهم ولا هي متاحف هاد التخربيق هادي لا انت خوتنا تيحنقزو التوريس ها شو شحال ديال هادو راه كاع ديال التوريس هادو كل منين جاي من انجليز من المانيا من بلجيكا من كاع دول العالم تيجيو لسويسرا سير كاع تشوف توريس انا اخويا عشان بان توريس لا مالي اخويا كشي شكون هاد الدراري باش نشوف هاد الراسيه عندي هبيله كما قلت لكم هاد الدراري انا خويا توريس ها سويك في الكتاف وتندور تنتسركل واني اخويا عايشين غادي نمشيو للموزيام دروك نصورو لكم شويه فيه وياك تجي تشوف واحد هز راسيه تاع السيلفي شحال ندير فيك ولكن الناس هنا حبوبيين فهمتش هاني بيس الله يسهل عليكم كاع ان شاء الله بنات ودراري وكاع اللي فنيتو شي حاجه الله يسهل عليه نوصل ان شاء الله لورو المزيوم راهو غادي نقطع عليه دابا راهو
كاين جوج بينات، هذيك الجديده وهذه القديمه. هادشي اللي كاين الدراري، هادو خضر بعدا كاع ما شتو. شارع معروف، الرايات ديال هذوك الله يجزيهم موجود هنا. المهم الدراري اللي تيقولوا لي ما باغيش تطول الفيديو اخويا، راه ما تقدرش، راه كاين بزاف ما يتصور. يلا تبدا كتبدا تصور هنا كتير كتلقى 20 دقيقه ما نقدر نقطع فيها والو، فهمتي؟ اما صبروا معنا تفرجوا معنا وصافي. الناس اليوم راه داخله خارجه فهاد الموزيوم، ها هو الموزيوم دوك نوري لكم. كاين بزاف، كاين شي 50 متحف هنا في سويسرا، ولكن هادو هما اشهرها اللي غادي دابا نديكم تشوفوا. هادو دروك هما اشهر، سمعتوا الدراري؟ هذا هو اشهر متحف، هذا وهذا وهذاك، راهو انت هذا وهذا وهذا ثلاثه. اليوم راه التيكيت فابور، داكشي علاش بزاف مع التوريس والعباس وكذا. غادي ندخل، تقدر تدخل لهذا جديد وتهبط من التحت ودوز للقديم. ها هو المزيم، هو هذا هو هذا هنايا، وهذا حتى هو راه متحف. دابا غادي ندخلو ونوريكم كي داير الدواء. المهم الدراري، هادي هي الدخلة ديال المتحف، ها هي شتيها. ديري القهوة هنايا وديري اللعيبات، نورمالمون تيخلص الناس. هذا هو المتحف، ها هو من هنا. الديكور واعر بعدا، بدينا بيه هو الأول. ضروري خصني نحط الساك ديالي فهاد اللعيبة، ما نقدرش ندخل معاهم. باش نشد لكم الدراري دابا ضروري خصك تبقى تصور بزاف من الساعة لعيبات، باش يلاه تقدر باش يلاه تقدر باش يلاه تقدر تصور، فهمتي؟ ضروري خصني ندخل ونحط الساك ديالي، خصني نمشي نحط الساك ديالي. كاين بنادم بزاف زيما، خصني نطلع لفوق ولتحت، خصني ضروري الساك ديالي نحطو. سالي هاسي بيتي كنت ميدا غونت خد روكسا يا بنك شد نا نا انفورماسيون هي يا بوكين اذا سيس بيلي كودا كراتيس كراتيس بنك شد قال لي ضروري خصك تشد واحد اللعيبه تعلقوها هنايا. ها هي كاع الناس شي كاع الناس تنصب باش يشدوها. واحد اللعيبه، واحد اللعيبه ليمونيه، واحد اللعيبه ليمونيه ضروري. وهادي كتسد بها على الساكادو ديالك، هاد اللعيبه هادي كتسد بها على الساكادو. المهم ترى نكمل لكم الفيديو كي نشدو هادي. المهم الدراري ها هي شدينا، غادي نعلقها هنا وغادي نحط الساك ديالي هنا. غادي نشوف فين غادي نحط الساك ديالي هنا. ضروري خصني نحط الساك ديالي فشي بلاصه مسدوده. انت خصك تقلب باش من واحد انت عامر صاحبي، راه عامر لابس سوري. دابا غادي نحط الساك ديالي الدراري هنا، ضروري تحط الساك تاعك هنا. تمشي الدور، تمشي كبير بزاف اصاحبي، تحت فليس هاد هنايا ودير هاكا وتسد. بس طاحت باش ندير الزربة طبق نصور. احنا حطينا هما الناس حطين. طبعا غادي نعلقو هاديك اللعيبة بالزربة، مكتوب فيها سميتو، هاهي شتو سميت الموزيوم في بازل. هاي يور باك
السوداء. السوداء بلاصة صافي مزيانة بعد. دابا غادي نبداو لكم البلاصة الأولى إن شاء الله هي هادشي. في هذاك الشيء ديال بودا وداك التخربيق. غادي نصور لكم بالزربة. الشيء ديال بودا. ساريش ما خصكش توتر خصك تبقى عندك. صافي دابا غادي ندخلو نصورو لكم الشيء تاع بودا. صافي. Of course, ما خلاص. Okay. This is okay. بكرة سكنت لا صدي السير في صغيرة. ما نديرها كبيرة بس هنش. مو متم أول حاجة وعد بودا هو. شين. ما خسك تشوش هاد الخط. الخط ما تفوتش. أبو دالي باش. عندهم دك شيء قديم بزاف. شيء زوين بزاف. هذاك الاله الهندي هو هذا شفتوا الدراري هذا هو الاله الهندي كبير مزيان بزاف ما نقدرش نصور لكم كلشي بالزربه داكشي راه بالزربه غادي نبدا نصور داكشي نبدا نصور ما خصنيش نهضر بزاف فهمتي هادي راه اول بلاصه عرفتي قداش كبير بزاف اخويا She's growing so. كل شيء ساكت. شيء قديم بزاف قديم أخوان. شريانة عندنا هادي كيزي داكشي قديم بزاف وما خصكش تهضر بزاف فهمتي التصوير عرفتي شحال قديمة بزاف قديمة فيه شي تصاور فيهم العرب بزاف عندها شحال قديمة التصوير راه من 1923 داكشي بفيها بزاف خصني دغيا نصور لكم داكشي علاش غادي نقول لكم هاد الدراري بيتي داكشي علاش نقول لكم هاد الدراري خصك فيديو تكون فيه نص ساعة ولا 40 دقيقة يلاه هي هادي انت كبير المتحف بزاف صوت ترى دابا غادي نطلعو الفوق لوكيشن صوت ترى دابا غادي نطلعو الفوق تشوفوا الفوق كي داير حتى هو ولكن كبير بزاف كبير اخويا كبير ما نقدرش نصور لكم داكشي كله كبير بزاف دابا غادي نطلعو الفوق اصاحبي نطلعو الفوق عاد نكمل لكم صوت ترى دابا طلعنا الفوق داكشي غادي نصور لكم بالزربه حيت الفيديو غيكون كبير بزاف طلعت باش هادي خونا شي قديم بزاف قديم شعر كبير اصاحبي شوف دابا غادي ندخلو البلاصة ديال اللوحات الفنية هانتوما ترى شي العرا فيها بزاف العرا كلها تصويرة شحال قديمة تصويرة قديمة بزاف كلشي عندهم 500 سنة 600 سنة غنبدا لكم من هنا باش تشوفوا كلشي هداكشي بالزربة شي قديم بزاف اخويا شي قديمة الدراري تصويرة قديمة بزاف قديمة 500 عام أرخص صورة هنا دايرة شي مليون دولار ولا
الله أعلم. كان أخويا كبير كبير بزاف هذا المتحف، أنا باش قارني كبير مش قدرت تصور كل شيء في القاعدة. بس تزرب شي كل شيء غير 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 التحف الفنية هادو، شي كل شيء تحف فنية هادو ديال تكون الرسامة العالميين ديال فهمتي داكشي ديالهم هما، داكشي ديالهم هما. هادشي كلشي اللي هنا، هادشي ديالهم هما اللوحات الفنية هانتا قديمة بزاف، 1530 هاد الصورة هادشي. كلشي قديم. تجي هنا مع لي مفابور عامر في الليل، في الليل غيكون عامر كثار حيت هو حتى الستة ولا السبعة تيسد. هانتوما شوف 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 كبير بزاف عامر اخويا. شمبرات فيه بزاف يعني الدراري عامر بزاف عامر. كل تصويره كل تصويره وشنو كتعمل انت فيه كبير بزاف كبير بزاف مش قدرت تصور فيه كلشي. يا هاد دابا التصويره هادي فيها من 1440 حتى 1500 باش يكملها، لا ماشي باش يكملها، باش هي هنا كانت. واحد الراس ديال شي واحد رسمو شي واحد فايلا ما خاب تحية ليه. هانتوما كبير هذاك الشيء بزاف اخوان. الدراري سمح لنا الفيديو غيكون طويل ولكن سمح لنا اخويا ما عندي ما ندير ضروري يكون طويل. كبير بزاف هاد الشيء هذا كبير بزاف. هاد خونا فين ميت شي كبير بزاف. كبير كبير ما نقدر باش نجي واحد خونا قال لي عافاك ما تصورش راه الناس هنايا غادي مع صوت السيلفي. قلت لي راه هاني يا صاحبي انت هاني يا صاحبي صور امشي جهه اخرى معنا كبير بزاف اش غتصور. واحد يقول لك هاني واحد يقول لك لا هي غاديه. شو شحال شو شحال فيه من غرفه؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سبعة عشرات الغرف، كل غرفة فيها ستة لوحات سبعة. شي كبير بزاف اخويا هادشي كبير الدراري. خويا دابا غادي نخرج هادشي كبير بزاف اصاحبي هادشي كبير بزاف تخطنا هادشي كبير بزاف ما نقدرش نكمل هادشي. هاني حنا تندورو تنشوفو هانتوما كبير بزاف
لوحة قداش ما شاء الله كبير بزاف. عاود جات عندي قالت لي حيد العصا السيلفي ديري بيديك حيت العصا السيلفي منها صافي درت بيدي احسن كاع ندخلها شفتي ما عندي صوت الدراري دابا سالينا هاد التحت هذا الشيء قداش كبير دابا غادي نطلعو لفوق عاوتاني نشوفو واش كاين لفوق خو كبير بزاف اصاحبي كبير داك النهار كنت نصور بس هاد السيلفي تا واحد ما قال لي شي حاجة ولكن اليوم ما عرفتش مالو ما درتش في جيبي هاد السيلفي صافي هانية ماشي مشكل نطلعو لفوق نشوفو التهوا كي دايرة عاوتاني هاد البلاصه فيها الا واحد الفنيه كلها لا واحد فنيه كلها لا واحد فنيه كبير كبير بزاف كبير بزاف اصاحبي سو غروس سو غروس داس موزيوم سو غروس اسيس نيت كبير بزاف نصور لكم شويه هنا وشويه هنا تي حله زوينه الديكور هذا وقتي ما تي بزاف هذا تيدعي المثليه والله ما نعرف اخويا والله ما نعرف تيدعي المثليه واخيلا هنا حاطين داكشي الاطارات القديم ديكورات وارد والله ديكورات وارد شي كبير بزاف اخويا هاد الديكور زوين ما عرفتش اشنو هي هادشي شحال كبير شوف شحال كبير ندير بحال دوك بحال دوك الموديل القدام دريب دريب ما دريب ديكور زين عصات السيلفي ممنوع تصور بها عصات السيلفي ممنوع في المتاحف كاين شي تصاورات الدراري ما بغيتش نوريهم لكم فيهم العرا العرا ديال بصح يعني عريان عريان من هنا داكشي عادي هنا باش تزبط
هذا قرض ولا ما انتشرش شيء كبير بزاف شي ديكورات هنا لا اخي شوف 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 شحال مدريبه تبدا مدريبه تيبان داكشي كبير بزاف توشي اجوار والله اجوار انا تنصور تنظر هنا كاين اللوحة اللي قديمة عندها في عمرها 1000 سنة لوحة قديمة في عمرها 1000 سنة والله شو دخلت من ليه خرجت من هنا فتنا عريانة هادشي لا يسمح لي رسمها والله ماما الدري دابا سالينا هنايا الفوق غادي نهبطو دوك نمشيو للجهة الجديدة ولكن من هاد القديمة ندوز للجديدة من التحت غنوريكم كيفاش صافي دابا سالينا هنا انا بطل تحت بطل تحت ندور شويه ثاني نشوفو ديك نشوفو البنايه الجديده ان شاء الله دابا حنا هابطين نهبطو باش نمشيو للجهه الجديده نسولوه نقول له كيفاش غادي نمشي للجهه الجديده ما عرفتش ديال المهم منين تدوزو كاع ما عرفتش منين تدوزو صافي نسولو ما هو الورقه مكتوبه هي مكتوبة هاديك نوريها عليكم هاد الطريقة عامر بزاف صافي والله إلا عامر بزاف مباشرة شو شحال في البشر إلا بغيتي تقدا شي حاجة هنا في الشوب هنا إلا بغيتي تشري شي حاجة تشري شي حاجة تذكارية ديال مزيك هنا إلا بغيتي تشري شي حاجة تذكارية ولا شي حاجة دراري نوي باو هي البنايه الجديده نوي باو راه هي الشيء دابا غادي نمشيو للجهه الاخرى هاي فين مكتوب شتي الاعمال الفنيه ديال دوك القدام هاي الشيء ترى نوي باو هي البنايه الجديده غادي نهبطو باش نمشيو من لها هو التيكور واعر شتي هاد تيكور واعر طاير خونا في السماء شتي هذا هو الباب ولا ما نعرف خير هذا هو الباب هاد البنايه الجديده احسن من القديمه شو كي دايره واو شتي هاد القشه هادي كي دايره واعره بزاف الدراري شو قداش هذا مدفع ولا ما نعرف شنو هذا ما إلا مدفع نضرب مع تصويرات داكشي علاش نضرب مع تصويرات اخويا واعر واعر هاد البناية الجديدة هادي تاهي راهي متحف شوف كي دايرة صاحبي كي دايرة واعرة بزاف أو داكشي زويون بزاف هنايا أحسن من القديم نويب هادي نويب نطلع الفوق ولا لتحت شو سيبا زي نبدأ من هنا نبدأ تاني من هنا هادشي تاني هنا نتقدم شوية على الفوق شي زوين بزاف داكشي زوين هنايا بزاف اخويا هادو تا اعمال قديمة بزاف هادي من 1987 عمل لي قديم هاد البنايه الجديده زوينه احسن من الفوق هاد البنايه الجديده زوينه الدراري حسن حسن لا تجي شوف فيا تنصور الفوق الفوق غيكون كبير نطلعو الفوق الدراري حنا طالعين مع الدروجات ساتر حنا الفوق عاوتاني هذا الباب تخرج برا انا جيت من التحت من هنايا
زوينة المعلم الله يلا زوينة بالله. لأن أنا بغيت تشري شي حاجة شري شي تيكيت راهي شي تيكيت غراتيس فري شاف مكتوبة يعني فابور شي زوين والله يلا زوين بالله. اه شوف فيه شي ستة شتوك داك شي زوين شي زوين ما عرفتش داك شي دايرين هنا ما فهمتش واش هادي هادي واقيلا شي لعيبة ما عرفتهاش هاد الدراري سمحوا لي ما عرفتش اخو الترام غادي الترام ولا تسوق تيقولوا لي تسوق هو الترام شي زوين صاحبي والله منين تحطي يديك هي جايه ليهم شي كنحط يدي على هذيك وهي جايه لي هي غادي لي شي ما عرفت شنو هاد التخربيق انا بدا شي جانب هادشي تخربيق والله ديكور واعر صاحبي والله ديكور واعر صاحبي انا راه اي حاجه محطوطه عندها تاريخ انت كي كانوا في الاول ديك الساعه عرفت شنو هو هذا الشيء داك الشيء قديم تيشرحوا كيفاش كان داك الشيء وكيفاش هادي تاهي قديمة بزاف ما عرفت شنو هي هادي ولكن قديمة بزاف تاهي يعني. مني شتات الوردة هادا شي عرفو شي واحد يقول لي راه شنو عرفو ما عرفت شنو هو سي زوين بزاف الله يشتي نعاود تاني نطلعو لفوق هاد الدراري نبقى انا هي طالعة صافي عاود تاني نطلع لفوق كتخلي بنادم لتحت وكتطلع انت لفوق وهي غادية حيت سولت قالوا لي باقي شي واحد جوج طوابق سدوهم سدو لفوق سدو ما عرفتش علاش واش تيصلحوا شي حاجة يعني باقي كاين ما يتشاف هنا بزاف كاين 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 راه تفيلتو كوكن كاين بزاف باش يتشاف شي هو سالتينا شي هاتي قدو شي حاجة سدود هنا هذا دابا هاد المتحف اللي انا فيه دروك راه هي ديال هاد الالواح الفنيه كاين متاحف ديال الاثارات كاين هذاك الشيء نهار ندير لكم شي فيديو فيه ديكور زوين ما عرفتش شنو هو هذا ولكن ديكور زوين ترى اللي تعرف شي حاجه هنا سميشة يقول لنا خاصنا سميشة هادي شي لي دوك انا تطيبو فيها هذا المرقاز ديال الحلوف تحيه للجزائريين تيقول لهم المرقاز نشوفو شحال قديمة هاد العمل فين 1926 1930 اجي شنو غادي نصور عليكم ما كان حدا الناس هاهي 1929 هادي هاد اللعيبة هادي محطوطة هنا بديت جديد ترعد مع تنصور طولت هاكا هنا هادي الدراري راه كسيدة هادي خويا راه كسيدة مصورينها كسيدة مصورينها ميت بنادم هادي راه كسيدة مصورينها معاودة بزاف قديمة بزاف هاد الكسيدة
الطريق نشوفها امتى؟ اجي من 1987 تصوير اجي كلها هيبه مرة تليفوني شي هبل مرة اجي تنظر الهيبه كاين ما يتشاف اخويا كاين طواليطاج فين ماك مشيتي كاين بزاف او ديكوراج عاوتاني واعرين هنايا تحياتي لكم الدراري نتمنى يعجبكم الفيديو الدراري هذا ديكور واعرين نرجع مش تانا هاد الكابلات يغادي مات فين غادي هادي دابا رجع نصور شوفوا هنايا قديم هادشي هادا التلفزة قديمة شوف كيفاش كانت تصور هادشي هادشي شحال قديمة هاد الحزاق هذا و 94 شي زوين زوين كاين ما يتشاف اخويا كاين ما يتشاف اي عمل هنا قديم خويا انا ما عارفش شنو هو هذا الشيء هذا ولكن الدراري مشان باش نقرب باش ما يجيش حتى شي واحد عندي يقول لي و اي او شي زوين الدراما جيرات لعباش كانت تيجي من فرنسا بزاف هنا الدراري تيجي من فرنسا كلشي قديم هنا داكشي زوين والاطاري داكشي يا سلام يا سلام كل شيء قديم من هذا هذا الله يبارك لك تطلعنا قدام ديكورات زوينين وداك الشيء زوين والمتحف عندهم واعر بزاف نتمنى في المغرب حتى هما يكونوا ولا في اي بلاد عربيه يكون بحال هكا داك الشيء منظم وزوين تيجي التوريست من كاع العالم كله داك اللعيبات باش كانو تيصيدو هادشي اللي كاين الدراري هانتوما شتو فين ميزيوم واعر نوريكم دابا واحد اللعيبات اللي ما عندوش الحوايج يجي مرحبا بيه داك اللبس القديم شو 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 شحال قديم هادشي هذا شو شحال قديم اصاحبي شو شحال راه اي اطر محطوط هنايا الا قديم بزاف قديم بزاف اي توالبه هادي محطوطه قديمه بزاف هادي اي توالبه هاد الكراطه ولا ما عرفتش شنو هي هادي الجفافه والله ما عرفت الجفافه هادي ولا شنو هادشي ديال الحديد ميتال تيكور زوين واعر التيكور زوين عجبني هاد التيكور نضرب ليها شي تصويرة كاين ما يتشاف كاين ما يتشاف هاد الدراري كاين ما يتشاف كاين ما يتشاف لا كاين ما يتشاف هما الدراري بقاو معانا إلا طولت عليكم الفيديو إيه بقاو هاني كاين ما يتشاف كاين أخويا ما يتشاف باغسين خصني نجرب كيفاش نهبط لتحت عاوتاني هاد خوتنا قاعدين تيتأملوا دابا انت يا خويا شوف هاد التصوير شي بالك شي حاجة شي بالي انا هاد الظلام ما تيبان ليا فيها والو هما قال لك اسيدي تأملون تقدر تكون فيها شي حاجة كتبان ليه هو انا قلت دابا انا قدام هادي النهار كله اش بيبان ليا اش بيبان لك انت لله اش بيبان لك هاد ما يبان لك تتبان لك الضبابة
واش هذا مدفع وقيل هذا راه كان مدفع الدراري مدفع هذا كان مدفع راه مع التران بالسكه ديالو محطوط هنا ولكن ما عرفتش باش شحال الوقت ديال من هنا تقول مدفع يا جدك كبير بزاف شان كبير كبير بزاف صوت الدراري والله ما عرفتش دابا خصني نطلع منين جيت نتا نطلع من هنايا ونعاود نطلع هادشي اللي كاين الدراري في الفيديو كنخرج نكمل لكم الفيديو ان شاء الله ونضرب شويه حتى تكون فيه وقت 50 دقيقة الفيديو سمحوا لي الدراري وصافي والله سمع هذاك الشيء صورته بالزربة حيت زوين فهمتش تقريبا يسد هو ماشي بقى لي والو يسد كنشوف فيها وصاك ديالي محطوط كاع على الكاميرا 820 نحلو نهزو الصاك شنو اللي قال نهزو الصاك تاعنا الدراري باش نخرجو في حالات سو الدراري مشيو دابا في حالتنا مشي نعطيهم ردوا لهم دريم دريم ديالهم نخرجو في حالتنا ياسي اخويا ردينا لهم هذيك اللعيبه ديالو نخرجو نمشيو في حالتنا صافي بارك عليها عييت عييت اخويا انت مزيمه كبيره صاحبي اصاحبي شي ساعة وانا شي ساعة وانا عييت ندور فيها اصاحبي كبير كبير بزاف هادشي شي شحال من تبقى فيها هادي الاولى هادي القديم نوريكم جديد سد راه هنا فين كنت هادي هي الجديدة هي هادي كونسيت ميوزيوم بازل هذا هو هذا هو ديال بازل كبيرة هو هذا شتي هو هذا هو القديم من هنا مشيت من التحت وتست وصلت ليه هاد شوف ضرب واحد هادشي تصور شكون وين هادي هادي عند بنا شي بان مزيان اشوف دروك غادي نمشيو نشوف واش نقدروا ندخلوا لهداك الاخر الا بقى لينا الوقت الدراري راه الفيديو دروك انا تنصور الفيديو فيه 34 دقيقة عازد عليه هادوك اللعبات اللي صورت من قبل باش نكملوا الفيديو ديالنا مع الدراري سو so. دروك غادي نمشيو جبنا ضويره هذا هو القديم هو يعني اي مدينه في بازل فيها هذا الشيء هذا اي مدينه في بازل اي مدينه في بازل فيها تخربيق ماشي تخربيق الله يسمح لي ماشي الفن بالنسبه لي انا دابا هذا تعتبر فن ماشي مزيكا ماشي هذا فن وعطي رسم لعيبه هذا الشيء زوين سو ترى غادي ندخلو دابا لهاد هادي غنشوفو تاهي شنو فيها ومن بعد نختمو الفيديو ونمشيو فيها دابا غادي ندخلو لهاد الشي جديد الباب تيتحل على راسو وانا درت ليه يديا الفيديو هو من هنا صغير يا ميت اون دي غوند ميتال غوند تبرق تنين تي ديزا ميتال غوند نعم نعم فوق هنا شغل ميت شلوس ديالت ميت شلوس وانت نخل من سي شلوس الميت لعب اه اوكي دانكش الفيلمون دانكش دانكش الواو وشي اه في هز السعر وش قلت لي واش هادو في منحتاجاش قال لا لا بغي سوال بس شحال الرقم 24 طبعا سي ديزا شو عندي وقعت نعم مختن سي داس Ist das gratis oder? Ja. Ja, kannst haben du Sie Kopfhörer? Nein. Zum Mithören? Nein. Ja, dann ist natürlich. Ah, so. Wissen Sie, Audio Guide oder zum Erklären, alles, oder? Mhm. Aber Sie können trotzdem mitnehmen. Sie okay, so. Das können das Sie. Das kann online auch machen, oder? Das in Google. Das kann schauen auch. Sie können hier mit QR-Code ja, scan. Scannen und dann können Sie hier im WLAN sich einloggen. Ah, okay. Ich habe meine.
oder ihre. Ja, ja. Und dann können Sie diese behalten, die gehört zum Handy. Okay. Können Sie mitnehmen dann, okay, oder? Okay, danke schön. Gerne. Ja, danke. اوه هذا كبير بزاف هذا ماشي الدراري هاو الريوسه مقطوعين هما هذا شو الدراري عطاني هادي قال لي واش عندك لي زيات كوب فورن هما دوك لي زيات ولا السماعات بها تتسكاني هاد اللعيبه هادي وتسمع وتبدا تسمع دوك المعلومات وداك التويشي ديال المزيوم ولا المزيكا ولا ما عرفتش داكشي دايرين فيه كتبت ما عنديش قال لي تفضل تلقوا لك الويفي الا بغيتي الويفي نطلقوه قلت لي لا لا ما بغيتش الويفي لو عندي الويفي ديالي قال لي هادشي اللي كاين هذا زوين هذا ما فيهش داكشي ديال هذا فيه التماثيل وداكشي سمعت ترى كما قلت لكم انا الناس في شكال اخويا في شكال يهضر معايا وعارف بني بلي انا براني من اللغه باش نهضر معاه عرفني بلي براني انا كيعاني داكشي الدري غادي يعجبكم هادشي هذا غادي يعجبكم فيديو غادي يعجبكم ان شاء الله انتم تماثيل واعرين قديمه بزاف هادي هادي اسيدي شنو 30 عام هادي ونوض زوين وانا صافي والله الا زوين داكشي بوه ما كاين ما يتشاف المهم جيم بزاف اصاحبي هادشي جيم بزاف هادشي شي من عاد الفراعنه ولا من عاد باش نصور لكم الهرج هادشي وكبير هاد الحبزه غادي نصحبو صغير كبير اصاحبي هادشي هاد شو 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 ما في هذاك الشيء زوين ولا صعب لا انت ما عرفتش واش نمشي هاك ولا نمشي هاك تلفت هذاك الشيء زوين بزاف راه اي حاجه هنا تاريخ فهمتي تما الدراري اي حاجه هنا تاريخ دابا عندي تاريخ هادو الاواني تاريخ عندهم 40 400 عام 400 عام 500 عام هادشي اللي كتشوف انت هادشي راه عندها 30 عام 40 عام 50 عام 60 عام المخيمة القليله فيها عندها 100 عام شي كبير كبير بزاف الدراري كبير بزاف كبير اخويا ما عرفتش انا كاع منين جيت فراسك تلفت والله الا تلفت بالله ما عرفت كاع منين جيت تلفت كبير بزاف هذا فيه داكشي ديال الاثار لما عند داكشي الاثار القديم جدا هذا سو الت يقول لك ديزا ديزاين سو الت سو 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 الت اسيس نت اسيس فيسبوك ديزاين شحال هذا ما كنت ما كاتبينش شحال من عام 640 عام فيها وقيلة ما عرفتش خوكم شوية راه ماشي تا اللي في المانيا 750 شي زوين زوين من الدراري هذاك شي زوين زوين بزاف شي زوين تيعجبني انا بحال هاد الدراري اللي العشاق هما غادي يعجبهم هادشي غير العشاق هادشي القديم الاثار الاثار القديم من هاد الفراعنه انا الحمد لله ما كاينش البصر فنقدر نهضر عادي
هادشي الدينه تاعي هادشي سنتي في عمرها اللي واحد عمرها 60 عام ولا 70 عام هاد اللعيبه هادشي راه كانت تلقاو هادشي راه حيت هنايا سويسرا ما كانش الحروب بزاف فبقى هادشي هذا ما تهرس له ولا بقى داكشي زوين تلفت عرفت واش مشي هاكل اخ كبير بزاف اصلا لا بس نيت وركين يت بس سو كروس فو يركين يت قطارات لي باش ما كاين لا كاميرا واحد الحاجه نسيت ما قلتها ما كاين لا كاميرا لا والو دور مع راسك تحيه للحاجه هي الحاجه مولات السناسل حاجه مولات السناسل يعني كبير هادشي بزاف وحده كتلفك في الاخرى ما كتعرفش فين تمشي هاك ولا هاك كبير هادشي بزاف اخويا والله هادشي بزاف ما شاء الله هادشي كبير شوف صاحبي شوف صاحبي انا يعني قديم بزاف عطاني دم ما شاء الله غير هاد الوجه هذا عنده سيدي تقريبا واحد 110 عام ولا 120 عام غير هذاك الوجه اللي معلقت منه وباقي في السنين تيزيد داك الشيء ديال الحرب كاع ما شفتو كيفاش كانوا تيحاربوا هادشي راه فري هادشي راه فري اللي كتشوف هاد الدراري هادشي كيفاش كانوا مشيو تحاربوا هادشي تيلبسوها الروح بعد الروح قاتل شي 50 ولا شي 100000 واحد هذاك الروح حرام انت شاب عنده تقريبا واحد هادشي راه من 350 حتى 520 فاش اكتشفوهم يعني قديم بزاف شوف كي باقي مصدي الشيء كي مصدي ولا هذا تا هو هادي راه اللبسه ديالها ملي كانت تلبسها في الحرب ها هو اللعيبه شتيها هاديك اللعيبه اللي كانوا تيهزو تيقاتلو بها ناري قداش هادي هادي راهي بوحدها تهزيتيها تموت ليهم شوف قداش كانوا تيهزوها وقت تيهزوها ثلاثة هادي واش انا كنت هنا ولا لا كنت انت خونا هذا فايت مصوره شوف بس صورته ما عقلتش فراسك ولا تلفت خلاص انا دزت منه يعني داكشي واعر بزاف ولا عجبتني كبيره بزاف اصلا مش خطرت تهزها ولا بلا هزيتها شوف مع القهوة قديم شوف بقى فيه داكشي اش كانوا تيلبسوها في ايامات الحرب هاد اللعيبه راه من عندها واحد 500 عام هاد اللعيبه هاد الاطار 500 عام اجي نهبطو اصاحبي دابا اجي نهبطو الدراري اجي نهبطو لتحت
نبطل لتحت ونكمل لكم الفيديو ان شاء الله. سمحوا لي الفيديو غيكون طويل. اجي ما نجي اخويا الدراري سمحوا لي واخا الفيديو طولت هو اللي كيراه كاين ما يتشاف. مشى الدراري كاين ما يتشاف داكشي علاش الفيديو. هادشي راه ذهب ذهب فريا صاحبي. هادشي اللي كنتي لبسوه المولوك هادشي راه ذهب عطار هذا كبير صاحبي. هادشي تلقى بحال هادي غناك الله سبحانه وتعالى. راه كاين اللي لقاوها عندها 200 سنة، كاين اللي عندها 400 سنة، كاين اللي عندها 500 600. هاد الأطارات الصغيرة اللي كتشوف هادشي كاع اللي كانت تبينه في ناسيونال جيوغرافي تقول لك راه لقينا هادي لقينا هادي راه هو هاد التخربيق هادا. أقدم حاجة بحال دابا هداك الخاتم، هداك الخاتم راه عندو هاد الخاتم ولا هادا عندو 500 600 400. كاين اللي عندو 129 سنة. هادشي اللي كاين هاد الدراري كبير كبير بزاف. هادشي نضربو ست سوايع، نضربو معاهم ست سوايع شكون هو عارف. هادشي اللي عطا الله اخويا. انا بطلت انا نشوف واش كاين في الجهة. هادشي راه يلاه دخلتي واحد الدريبة باقي الفوق والفوق والفوق صيبك اللعيبات العطر ديال الفراعنة. العطر دابا غادي ندخل جهة أخرى. باقي بسم الله الرحمن الرحيم. أوو داكشي واعر بزاف الدراري، داكشي واعر بزاف. شريكو شابة هنا فراقة بيت ديزا داتوم اس فان ديزا لويتا ماخن دا يا ديزا داتوم يا 450 فور كريستوس يا ديزا سو الت. وي هام ارتيفاكتي ام هاوس ديس ان 5000 يار اولد ايزا 5000 ان ايجيبتيشن ابتايلون. يا خسي دا صار لك سبيسمنت كي دي ايجيبتيش ساملون دا سي زي فورميشن فورميشن. سمعت الدراري اش قال لي خلعني، قال لي كاين عندنا شي حوايج اللي عندها 500 عام. خلعني اصاحبي انا 500 عام اطار اش واعرين هادا. انت هادشي هادي عندها 2000 لا 247 عام. دابا واعر هادشي قديم بزاف اصاحبي. هاد الاطار تاعها حنا عندنا هادشي في المغرب وفي البلدان العربية كاملة، ولكن ما مهلينش في الاطار تاعنا حنا. هانت هادي دير ليها قيمة. انا لقاها في الزنقة ما عندك ما تخرب بها تقول لا ما عندي ما ندير بها حجرة اش بغيت ندير بها. هادي راه أطار من أطار. واو سمحوا لنا على المشهد المؤلم. هاد الأطار هذا عنده 450 عام. خونا هذا ما عنده الراس نصورو معاه. خونا ما عندوش الراس. طراش واعرين اصاحبي اخونا ناس على كرشو. ما شاء الله ما شاء الله شد مالين في الاطار تاعهم اخويهم، مالين في الاطار ديالهم ديال بصح. قديم ما شاء الله قديم جدا.
هذا المالك أدر أخونا مالك أدر كان مالك هذا كوبف أينز ألف ومئتين وتسعة وخمسين عام ما عرفوش ما واش كان شي رئيس ولا كان شي مالك ولا هاد الريوس قدام بزاف انت الخريطة اللي فين تلقى هاد الاثار هذا ديال الخريطة تيكور زوين شتي لتحت مظلم تحت مظلم وزوين شي زوين شي زوين شي زوين شي زوين شي زوين الدراري واعر بزاف اصاحبي انا تنبان في الظلام دابا الظلام شي زوين بزاف اصاحبي شحال بارد اصاحبي هاد الشيء انا شي زوين بزاف صراحة شي زوين بزاف صراحة الله زوين بزاف زوين بزاف هاد الطريق داكشي هاد التيكور واعر 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 هاد التيكور هاد الطريق بزاف واو هادي كرة اخرى بها شي فيلم بحال شي فيلم اصاحبي بحال تقول في السينما انا كنتفرج والله تقول سينما والله داكشي واعر واو زوين داكشي الطريق وتشرا في المتحف بالاشهار ديال هاد الفيلم بس المتحف باش تشوفوني ولا ندخلكم جبل واحد بلاصه ثاني واعره بزاف بلاصه زوينه بزاف الدراري غتعجبكم هاي الشا هادو التماثيل واعرين بزاف انا كبير بزاف هاد الشيء اصلا الدراري كملوا الفيديو حتى الاخر غيعجبكم الفيديو ان شاء الله كملوا الفيديو الدراري ديما بزاف هذه جاية عندها واحد 400 عام 450 عام
دابا غادي نجيكم واحد الموزيوم اخر هادو سالينا منهم، غادي نجيكم واحد اخر حدا ديك الكنيسه اللي كنت صورت فيها شحال هادي، هذيك الكنيسه اللي كنت صورت فيها شحال هادي حدا واحد المتحف اخر ديال داكشي ديال الديكورات ولا ما نعرف. المهم قالت لي قالوا لي سير شوف تما راه تاهو زوين هاد البلايص هادشي حدا هذيك الكنيسه راه فابور اليوم فابور كاع غادي ندورهم ان شاء الله. اليوم ما كاين غير دور مع راسك اليوم دور تسركل، وانا عارف بلي الفيديو غيكون طويل ولكن ما يهمش الدراري ما يهمش سبحان الله ما يهمش نتوما ما تفرجوا وشوفوا حتى واحد كثير اللي يقدر يكمل الفيديو يكمل، اللي ما قدرش يتفرج شويه والمهميات والله ما عاد نقدر نقسمو على جوج ما نعرف. المهم الفيديو ديال ميسر الدراري هذاك درتو بوحدو، الفيديو ديال ميسر درتو بوحدو هذاك دغيا تقدر تفرج فيه 10 دقائق ولا 15 دقيقه زوين. هادي الكنيسه اش جا جيت طويبني يا صاحبي انا كي لبرت شويه انا زوال نمشي الشغل الساعة عامرة بالتوريس قدام هاد الكنيسة ما قديمة بزاف عامرة بالتوريس لقيتها. هاد الهوجي هاد الدراري هاد الهوجي اللي غادي نوريكم دابا قديم بزاف هنايا، هاد الهوجي هذا غادي تيدير غير داكشي ديال ديك تشوف اش كيدير بلا ما نفسر لكم هاد خونا قديم بزاف تيدير داكشي ديال تيزل فوق باش يطلعو دوك البالونات. ايه هوجي معروف هنا يا صاحبي معروف هاد البلاصة هادشي شي عامرة بتوريس صاحبي هادشي الدعوة عامرة بتوريس صاحبي الدعوة هادشي راه باقي كنسخ الحال يلا شهر ستة هدا مرة تكون الشتا مرة تيكون الشمس ولكن اخويا راه عامرة عامرة بالدعوة بزاف. غادي نمشيو لهداك المتحف قالوا لي تاورا زوين انا باش تمشي تشوف غادي نمشي نشوف هاد الدراري ونشوف شنو فيه. خليكم معنا حتى نكمل لكم هاد الشيء ان شاء الله. شوف الدراري هي الدخله ديال الموزيوم ديال كولتور الثقافي هذاك الشيء ديال الثقافه تاعهم كيفاش الثقافه ديالهم هي فين مكتوبه شتا شو الدروب هذاك الشيء قديم الناس هما مريحين الموزيوم الدخله ديالها جاتي ندخل نشوفو كي دايره الدواء من الداخل. هاد اللعيبه راه قديمه عجبان قديمه بزاف هادشي كولتور هادشي داكشي ديال الحضارة تاعهم كيفاش كانت الدعوة هنايا تقدر تهبط لتحت شام تشوف شنو كاين هنايا صاحبي. هادشي راه داكشي اللي تنقول لكم خاصك تصور بزاف هنا هادي بلايصه تيقعدو فيها لا كاين شي دخله هنا بلا تي نكتشفوا لكم شنو هاد الشيء هذا. استنى يا اخي نكتشف هذا هنا جانا نخو ما في غير خو ما في غير دور اخرى هذيك ندخلوا من هنا ونطلعوا الفوق دابا باش ندخلوا من هاد الحزاق كله كبير ندخلو دابا ونشوفو كي داير هادشي من الداخل. شليسنا كراب في راه تسد صافي غادي يسدو شليسة عندكم زهر دري ويشة مسكينة قالت لي راه ستينا سمح لينا حتى الغدا ان شاء الله قلت لها ان شاء الله ولكن غدا غتخلص صحابني هي توريس انايا قلت لها السلام عليكم اختي في امان الله وحده. هو الدراري هادشي اللي عطا الله خويا نتوما شفتو معنا كاع الفيديو شفتو معنا كاع المتاحف اللي هنايا داكشي زوين فيها خويا الحريم هي مشقلبها الحريم هي مشقلب. المهم الدراري غادي نهبط شويه لتحت حيت دابا انا طالع الفوق بحال شي طالبه شارجيها هاد المزيوم هو اللي كنت بغيت ندخلكم ليه هنايا ولكن سدو مع الخمسة عادي سدو صافي
ساتري ان شاء الله مره اخرى. انتم شو شحال تاع التوريس شريتو؟ هادشي اللي كتشوفوا كاع اللي جاي واللي غادي غير التوريس، غير اللي التوريس. دابا غادي نشوف واش هادشي غراتيس ولا لا، بغيت نزرب ندير راسي بحال غادي ندخل ما في راسي ما يتعاود، شوف واش غادي يقولوا لي بلاش. غنشوف واش غادي نقدر ندخل ولا لا. غادي ندخل داكشي نصور لكم بالزرب. هادي طواليت يعني. صافي غيكون ستو. هذا زوين تا هو ولكن هاد المعزة هاهي والله تقول شعب الصح وحق الرب باقي داكشي ديالها. قلت لي راه 60 على 5 كان 6. دخلت بالزربة انا راه خطفت لكم هاد الخطيف. هذاك شي زوين هنا تخلي الصاك ديالك تخلي العيبات. انا باش تحط الصاك ديالك هنا تحط شي نشوف واش نوع هادشي هنا. شوف الحجرة كبيرة عندها واحد واحد 100 عام هادشي. هذا عظم ديالها اش هذا واش شي حيوان كبير هذا شي عظم ديالها حيوان كبير هذا. اوه واحد القرن حوتة كبيرة حتى هي ما عرفتش شناهي هي. هذا هما تيعتقدو بلي هذا ديناصور ما نعرف واش كان ديناصور ولا لا الله يعلم. سوا الدراري انا خطفت دغيرة سدو ما فراسك سدو ودخلت انا بالزربة درت راسي بحال ما فراسي من فوق الخمسة واقيلا كتخلص وانا دخلت بلا ما نخلص بلا والو. زيد ساكاتي وغادي صافي ترونات عندهم ما بقى ما عرفوا يقولوا بنادم خرج ولا دخل. هنا واعر هنا داكشي زوين هذا راه بصح. شو 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 محنط هذا راه بصح محنط. الديناصورات هنايا داكشي تاع الديناصورات. نطلعوا الفوق ونشوفوا شنو كاين ان شاء الله يعجبكم هاد الدراري الفيديو. انتم تشوفوا شحال تنتعب واش نجري واش نطلع نهبط بس نصور لكم. ما عرفتش شنو كاين الفوق بلاش نشوف واش كاين الفوق. الدراري داكشي زوين عندنا شي تاع الديناصورات والعيبات. كريسي صفاي مينوت شوش قالت لي الدراري قالت لي غادي نسدك لها جوج دقائق. ديناصور صاحبي ديناصور سبحان الله العظيم شحال الطائر كيجي وتقول جي راه بصح صاحبي بالريج بكل شيء ليه وحق الله. جينا صورة فين عشيري صابون يلا صورة هادو داكشي صغيور هادا داكشي صغير يعجب الدراري. شوف بدي داش هادا صاحبي شي قديم بزاف قالت لي بالزربة عافاك اخويا بغينا نسدو. هادا داكشي تاع الاطارات كبير صاحبي ما عرفتش شنو غادي نزرب نصور لكم داكشي بالزربة الدراري شويه شويه وغادي نشري في حالي ما عرفتش الدار خرجه منين. اوه شويه جي هادي حتى الياقوت ولا ما نعرف شنو هذا الدراري غالي هادشي هذا صاحبي. شوف قالت لي صافي غادي نسدو. كريسي فيا صافي اخويا راه درغري
السلام عليكم اخويا، وعليكم الشريف في حالتك عافاك. لا ماشي مشكل، كنت باغي نصور لكم لعيبات، ولكن الدراري سمحوا لي ما جيتش بكري، بعت منا كبير وداك المزيم الاخر كبير بزاف، ما قدرتش اخويا، الله غالب على امره. لعيبة عطار زوين صافي، الله داكشي زوين صافي. نخطف لكم اختفاشا المعاز، لعيبات واعره معاز. هادشي راه هادشي راه ديال بصح هادشي. شنال 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 هادشي شنال، هي بالزربه الدراري شنال. واش بصح هادشي راه محنط هادشي، هادو كانوا حيين هادو. حي هادشي راه محنط سبحان الله العظيم. هذا جيب هذا الدراري جيب واش شتي كان ساسا عشان نضرب مع بعض السوارة صافي راه يسدو دابا الدراري. سمحوا لي دغيا داكشي غنصورو ليكم واعر داكشي صافي. قال لي غادي نسدو غنصور لكم هذاك الشيء بالزربة الدراري. سمحوا لي اخوتي هاد الطيور الهدهود العباد هذا هو الهدهود. هاد اللعيبة واعرة، هاد اللعيبة تعجبكم هاد الدراري. هادي راه فرية راه محنط هادشي، هادشي راه محنط واعرة دابا. حتى شوفي مزيان شي مالك قبل ما يسدو عليا البات هنا الدراري احسن نخرج. سوشنال صافي اخويا صورت لكم الدراري شوية، اللهم شوية ولا والو صاحبي عافية. دابا اجي نخرج نشري في حالاتي نمشي للجامع نصلي. سبحان الله مسلمين عافية. صافي الدراري هادشي اللي عطا الله وانتم شفتوه اخويا، هذا زوين فيه داكشي زوين. المرة الجاية غنجي ليه ان شاء الله كيكون غراتيس، كيكون غراتيس غنجي ليه الدراري صافي. غنصور لكم ان شاء الله غير البرد بحال واش تكون الشتا ولا شنو شو السما كي دايرة. هادشي اللي كان الدراري غنصور لكم شوية جاي د الواد شوف بزاف من بعد نسالي ان شاء الله. وتاني نوريكم الواد من الفوق من الفوق من الفوق. الناس فين قاعد راهم، انا غادي نبدا شي ندور وجا نسرفلو. توريس بزاف اصاحبي والله بزاف تاع التوريس. شوف الدراري دابا حنا هبطنا من الفوق، هذا هو الوسطى اللي مجينا هو هذا، هذا هو الوسطى بازل هو هنايا، هذا هو الواد. دوك تشوف الواد الواد هو هذا، صورت فيه شحال من خطرة هنايا. اليوم الحد راه كلشي سد، كلشي كلشي سد اخويا اليوم الحد، ما تلقى حتى واحد. سوا الدراري نتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم، اسمحوا لنا راه كبير الفيديو عرفت فيه ساعة والصرف. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. دابا بدا تصب الشتا تجي عمرات علامة التليفون توا غادي يعمر. سوا الدراري نتمنى الفيديو يعجبكم اخوتي، وكمل الفيديو راه داكشي زوين فيه غادي يعجبك واخا طويل الفيديو. يلا الدراري بلا ما نزيدو عاوتاني نطولو عليكم الفيديو. السلام عليكم، والله يسهل عليكم جميعا بناتا ورجالا. السلام عليكم الدراري.